شوكولا كتار، وخصوصا انها تعتبر الضيافه الامثل لمختلف المناسبات، ان كانت خطوبه، زواج، تخرج، وحتى وقت يجينا بيبي جديد. لهيك من اهم العوامل اللي بتجذب عشاق الشوكولا هي طريقه تقديمها. فكيف اذا كانت الطريقه يدويه ومصنوعه بحب وبطريقه فنيه؟ ضيفتنا منسقه المناسبات يارا الطربيشي صارت معنا لحتى تقدم لنا عده افكار بهالخصوص. وايا صارت عندها صباح الخير. يسعد صباحك يارا، اهلا وسهلا فيكي معنا. عندنا شوكولا كثير اليوم على الطاوله يا جماعه. بدايه يعني نحاولك نستغل الوقت قدر المستطاع لنشوف اصلا انتم كيف بتوصلونا لهي المرحله. يعني بس احكي لنا كيف بتختلف طريقه انه تقديم الشوكولا او اختيار نوع الشوكولا اللي نحن بدنا نقدمها على اختلاف المناسبه. هلا نحن اليوم كنا من قبل نضيف الكراويا ونضيف الكاسيتا والمحلاية. هلا في كثير اشخاص عم يستعجلوا عن هي الضيافه وقدموا بس قطعه شوكولا او سيرفيت ملبس، فنحن هي بدنا نخلي الضيف كثير يتشد له انتباهه. بدنا نزينها بطريقه حلوه ومرتبه لحتى تبين انه هي ضيافه ثقيله. تماما، عن جد يعني بكل المناسبات اليوم بنروح لما عن جد تلاقي هيك يعني الست تبع الشوكولا لحاله كيف بيلفتك عن جد، وخاصه لما يكون معمول هيك بطريقه حلوه. طب خلينا نبلش نحكي على القصص اللي معنا وتخبرينا كمان شو حنشتغل اصلا اليوم. احنا عامل ستاند ضيافه يدوي، مشان اذا احنا ما بدنا نشتري شيء خشب او سلات او حنشتغله نحن لحالنا. اي بدنا بس صحن حلو عادي بلاستيك وقماشه حلو وسيليكون. رح بلش انا غلفه. الشوكولا منزينها يا اما بقطع خشبيه او بقطع ايفا يدويه، او ممكن نحن نحط لها شويه ستراس او الماس. انتي متعصبه للبنات كثير. عم تشوف هيك لقيت انه كم وحده زرقاء، الباقي هيك كله لونه بينك. هلا انا عم حط سيليكون وغلف الصحن بقماشه. اوكي تمام، يعني هي الطريقة عن جد مثل ما قلتي يارا، إذا ما حابين تتكلفوا يعني ومو حاطين بالكم تكلفة وحابين تلاقوا شيء بالنهاية كمان يكون مرتب، فبإمكاننا بقصص هي موجودة أصلاً متوفرة بالبيت يعني كثير سهلة وبتكلفة كثير قليلة إنه نحن نعمل هذا الصحن الشوكولا وتقدموا فيه الشوكولا اللي بدكم بطريقة حلوة. نحن صرنا نزين الشوكولا حسب زينة المناسبة، يعني تمام. أنا عم أعمل مثلاً زينة حسب الثيم عم أشتغل. هي ليش هي؟ هذا الستيم الكيوت المرغوب عند الجميع. عن جد شوفوا شو حلو، حتى الستاند بده يكون كله نفس الشيء كله هيك بيطلعوا روح واحده يعني. صح اوكي، فهي عندنا خيار وفي عندنا كمان هدول، خلينا هيك نشوفهم كمان مع بعض. هي للبيبي هيك بيبي جديد بنوته بتكون فكمان حلوه. خلينا فيني اشوفهم من جوا ما بعرف. صح اكيد. تعال نفتحهم مع بعض. لا هي مو بيبي، هي اذا بدنا بيبي واذا بدنا هي شيء له علاقه بخطوبه او شيء. اي اوكي، وعندنا هي الثانيه كمان الشوكولا. اوكي هون كل حدا هو شو بحب يحط، يعني بحب يحط نوع ولا يحط نوعين، فترجع لكل حدا كيف بحب انه ينسقها. اهم شيء انه نحن نكون مزينينها بطريقه حلوه، وفينا طريقه ما تكون مكلفه ابدا، يعني انا هون عامله بس بابيونات او بس دانتيل. يعني هون اوكي هي يعني شيء بسيط جدا، يمكن اكيد اللي عاملينه هون وما له مكلف وبنفس الوقت وملفت، يعني بتلاقي هيك تغيير شكل يعني ممكن يكون. انا غلفته بالقماش وهلا عم لف عليه. يلا نتبع كمل معك. شردت انا فيهم هدول. وبس عم لفهم بهي الطريقه. اوكي هذا شو اسمه؟ هذا بريم. فيني انا احط ساتان، فيني احط حبال لولو، كل حدا شو بحب، اي شيء متوفر عندي. حلو، وطريقه اللفه مو صعبه يعني ابدا، بس اول يا جماعه بدها هيك شويه تركيز بعدين خلص بتاخذ. وحتى بتحسي الحامل يعني بتتسلى بتقطع وقت اذا بتجهز هدول القصص خلال فتره حمله. اذا كنتي لا رح تتسلى بكل الاحوال. عن جد اوكي، نحن حنلف بس حواليها صح؟ مشان يعني ما نحط الضيافه. اوكي هون ما كثير اصلا، يعني نحن على حسب قديش بدنا، ممكن نحط نختار يعني الصحن او الصينية تكون اكبر فبتحطوا كميات اكبر يعني على حسب كل حدا. كنا نحط نحن الشوكولا بومبونيرا عاديه، هلا لا نحن عم نستخدم ستاندات او الصحون المعدن. صح الصحون المعدن، تعالوا نشوف الصحون المعدن. كمان هي عندنا خيار كمان اخر لحتى نحن نقدم يعني فيها الشوكولا او اي شيء. انت هون حاطه ملبس. ملبس ايه اوكي،
حلو حلو كثير. هي كمان خيار ثاني، كل حدا حسب شو حابب. هي مثلا انا اذا عامله زينه بسين معين. يا شو حلو، شو غريبه هلا عم بتفرج. هي حاسستها مبسوطه فيهم اكثر عن جد، هم بفرحوا كثير. لا مهضومين كمان كثير، عن جد اشكالهم كثير مهضومين. يعني بتنسي انك انت بس ضيفتي شوكولا بتفكري حالك اخذتي ضيافه ثقيله. كثير مرتبين وحلوين عن جد، واي ست بيت يمكن هيك بتفاصيل صغيره بتقدر تشتغلهم بالبيت صح بدون ما يكون في تكلفه كثير عاليه، لانه مثل ما عم نشوف بالسوق صح عم بيكون في شغلات كثير حلوه وخيارات كثيره، ولكن كمان الاسعار كثير خياليه كمان حلوه فعلا. اوكي هي يمكن اللي بتاخذ هلا معنا وقت بس نحن فعليا يعني خلص، بس خلصنا هي الخطوه هي نحن فينا نقول انه خلصنا. ما فينا نحط بقلب الشوكولا او الملبس او اي شيء بدي اقدمه، او حتى فيني فنجين القهوه المره تماما، اي شيء بدي ضيفه بحطه، مو ضروري انا اشتري ستاند كبير ومكلف او سله من اللي موجودين بالسوق. جود بالموجود وبتطلع بطريقه تمام. بتطلع بطريقه حلوه. كل شيء بنشتغله يدوي بيعطي طابع خاص. اوكي هي ليك نحن خلصنا الاول خطوه، خلينا نقول تقريبا ثاني خطوه. هلا نحن بس حنحط لها حبات لولون زينا شوي اكثر. اوكي عليهم مال حبات اللولو ولا جواتها؟ ايه فينا نحطهم وين ما بدنا، فينا حبات لولو او ستراوس او اي شيء. يا رب اكتشفت اكتشاف، انت حتى لما بتعملي شيء فيه ازرق فانت بتدخلي شيء فيه اجباري زهري. يعني نحن هي الطابع اللي عم دور على شغله ازرق تكون بس لحالها، ما لقيت، لازم يكون فيها هيك شيء هيك جيرلي يعني اكثر يكون. انا زينه البنات هي المفضله عندي اساسيه شكلها. اوكي هي هون في شيء مختلف تماما يعني عن الشيء اللي هي للتخرج. هي للتخرج او كثير على فكره الافكار يعني تبع التخرج بتجنن بحر يعني حلوه. خلينا هي وحده منهم، وعن جد عن جد بحر مثل ما قلتي يعني كثير في ناس عم تبدع بالافكار لمشاريع التخرج يعني لما بيكون عندهم. فيني انا بس قطعه الشوكولا اعمل عليها هي كمان للتخرج. لا بما انه في عالم متخرجه جديد يعني فانه فيها تشوف افكار ضيفه الشوكولا كانه انا لي الحكي. لا عن جد هي تخرج كمان. هي تخرج محاميه فنحن محاميه. اوكي ثانيه عم بتطلع هيك عم هلا اوكي شوفي لنا في وحده كليه اعلام شغله بنعمل لك مايك عن جد. ممكن عن جد كمان فكره والله حلو يعني قديش هيك يعني افكار هيك حلوه وهيك كرييتيف يعني. هلا احنا خبرينا شو عم نعمل. هلا احنا خلصنا تقريبا بس هيك عم نزينه حبات لولو بسيطه. اوكي هدول اللي زادوا طاروا معلش كنت لحقها بس صعب هي لحقتها. اوكي نظمناهم بالطريقه اللي بدنا وقت ما بدكم يعني. اوكي لك شو بسيط وكثير سهل وما بياخذ وقت ابدا وفيني اعمله بالحجم اللي بدي اياه. اوكي حلوه حلوه كثير. خلينا نشوف هلا كيف ممكن نحط الشوكولا مثلا نعمل مثلا جواتهم بطريقه هيك معينه هيك ونحط صف ملبس من جوا. هي شوكولا مزينه كمان من برا ما انا كثير مبينه علي. لا لا ليك علي في لك مهضومه كثير حلوه كثير مهضومه نفس الستاند نفس تماماً. من نفس الرؤية حتى الحلو يعني. هون بالستاند اللي كنتي عملتيه انه حاطه معهم كمان هيك ملبس يعني اي لازم نحن نشكل فمن وحي يعني ال هدول في جواتهم شوكولا ولا فاضيين جايبتي لنا اياهم؟ هلا مزينين اي مبين عندك بالوزن. لا لا فيهم فيهم. حتى هدول اوكي خلينا نشوف كيف صار هيك ال يعني الصحن اللي عملناه مع بعض صار بهذا الشكل. يعني فكره مهضومه وهيك بسيطه جدا وعن جد حلوه كمان وابدا ما بنفس الوقت. اوكي يعني في هيك لسه عم نشوف اذا لسه عندنا اشياء يمكن ما حكينا عنها اكثر. هي كمان نفس الشيء نحط اسم البيبي عليهم. اوكي فيعني افكار انا شفتي عم دور على شغلات اللي ما شفناهم مع بعض فهيك اوكي كمان حلو. هي حاطينهم بنحط عليها اسم البيبي فكمان فكره مهضومه. هدول افكار بسيطه فيني هدول أعمل. بسيطه والشوكولا اصلا هيك صغيره هي فيها مبيونه او فراشه او ورده بتتحمل. حلو كثير يعني يعطيكي الف عافيه على قلبك. هالشغل الحلو يا ريا شكرا كثير لوجودك معنا وبانتظارك ان شاء الله بلقاءات قادمه لهيك نشوف افكار كمان جديده وحلوه. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم وسعد صباحكم. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك.